سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ جاسم. حبيبي حياك الله، أنا مو شيخ أولا، حياك الله هاي نقطة خليها ببالك. سماحة الملا جاسم. مو شيخ عزيزي ولا ملا عزيزي، أنا حياك الله بالنسبة لي سماحة خادم الذي ليس ملا لمحمد ولا وآل شيخ. محمد، نعم، أنت من أتباع خادم لمحمد محمد. وآل محمد، ما ليس شاء الله. ناصبي. حياك الله. طيب سماحة الشيخ الذي ليس بنصيبه من أتباع محمد، ما هو الدليل من القرآن على وجوب اتباع الأئمة الاثني عشر؟ أها أحسنت، الله يبارك فيك. حياك الله. أولا أنتم أهل السنة تمشون على القرآن والسنة فقط على القرآن تمشون، لو أيضا وياها سنة لا، النبي. بنمشي على القرآن والسنة، لكنك تقول لي يا شيخ رامي عيسى لا يوجد عندي دليل من القرآن وأريد نرجع للسنة، بس لا من الأول. يوجد دليل، يوجد دليل جميل، بالقرآن، هات هات وعلى ما أنا ردوا عليك وأخرسوك وبطلوا أكاذيبك، لأنك هات. كثير الكذب والتدليس. ولو شكرا كنت شكرا رجل، شكرا. هات فعلا لما انتحلت شخصية طيب السيد، شكرا بقى أنت يا شيخ، كنت شكرا بقى. رد. انت قلت عندك دليل من القرآن، بعدين نعمل مظلوميات والشتم وبتاع، ممكن تبقى تقف في الشارع تشتم البلكونه عندكم، الناس يعني هيعرفوا انك بتشتم وكده، برضو هتعمل نفسك صيت حلو. المهم هات لي بقى دليل من واضح القرآن، شلون؟ هات لي دليل من القرآن يلا. سمي اسمك، ردوا عليك وردوا عليك بالقرآن والحمد لله، وموجودة الأدلة، ولكن أنت إنسان طب ما يا شيخ، بيك حظ، تخابر طب شكرا، انا خابر ما هذا فيش ذا. حظ، انت بقى فيك حظ. هات يا شيخ الدليل من القرآن، مش انت قلت فيه دليل من القرآن على وجوب اتباع الائمه الاثني عشر؟ نعم هات يا لدي شيخ دليل يلا من القرآن ولدي يلا. دليل من انت في السنة. الاول قلت انت لا شيخ ولا ملا وانسان مسكين، سيبني أنا في مو شيخ، حالي، صحيح هات مو بقى شيخ، الدليل. أنا إنسان عادي، طب بس هات أنت الدليل. عيب عليك تمتحن الشخصية وتروح لهذا حاضر وهذا حاضر وذاك على مود حاضر تطيح من عنده حاضر يا قيمته. شيخ جازم، هات الدليل بقى يا شيخ جازم يلا، هات الدليل بقى أنت من عالم القرآن، لو معالم، هات أنت الدليل. عالم تعتبر نفسك لو معالم لا لا، انا من عوام عزيزي. المسلمين، هات الدليل بقى، هات الدليل أولا غير اسمك يا واتصل علي عم، وأنا هات إن شاء الله الدليل يا قريب. جاسم. والله مئات بيسمعونك الان، عيب، استحي على وجهك وهات أنت الدليل يلا. عيب عليك، أنت استحي، طيب حاضر حاضر، هستحي. أنت أولا لو كان أنت استحي تمتحن شخصية سيد، طيب هات الدليل بقى يا ارجع جاسم، غير هات الدليل، صفحتك الشخصية. هات الدليل، هات الدليل الحمد يا لله جاسم. ردوا عليك، ردوا عليك وانت حالة، طيب طيب ما وانت شاء الله، ردوا انسان علي، هات فاشل، الدليل بقى يا ردوا عليك جاسم على امانة، يلا يا ردوا جاسم. عليك على امانة والحمد لله طب والشكر معلش رب العالمين. العلماء ردوا علي، هات الدليل يا جاسم. يبقى عيب بتكذب على القرآن ليه يا جاسم انت ما لو كان في كنت دليل؟ عالم ما رحت تروح تنبش. طيب طيب انبش ايه يا شيخ جاسم، هو انت داخل جحر وانا داخل وراك؟ بص يا شيخ جاسم، خلاص ما عندك دليل من القرآن على وجوب اتباع آل البيت، هات من السنة يلا، اعطيني من السنة على انت وجوب انسان اتباع آل عالم، روح البيت. راسل العلماء وخابرهم ما انا والله وناقشهم لو كنت رسلتهم، عالم رسلتهم بالحال. اكثر من 2300 انت انتصار، انسان شلون؟ اكثر من 2300 انتصار على علماء الشيعة، ما تسبنيش يا جاسم، عيب، خليك محترم. انا ما سابك عزيزي، نحن الحمد لله شكر ما نسب، طيب الحمد لله طيب شكر على استحي ما انا استحي كلهم، بقى يا جاسم الان. وهذا فيديوهاتك مشهورات عند ذو الفقار المغربي نعم والله، طلبنا ومشهورات دلدول الحمد لله كريمه سيد ميتم، للمناظره ورفض، سيد ميتم ما عجز ذو الفرار النصيبي. واحمد اسمعني بس، الامامي. اما عجز ذو الفرار النصيبي طلع مراته بالبنطال، احمد القمامي بطلبه بقالي 60 سنه في مناظره في مكانه اهل الكسائي بين السنه والشيعه، مكانه علي ثم فاطمه ثم الحسن ثم الحسين رافض، مين تاني؟ ميسم الموسوي تهرب. انا دلوقتي بطلب منك انت بقى، انا سبت كل دول وجيت لك انت يا شيخ جاسم، اديني الدليل من السنه على انا وجوب انسان اتباع. معالم، انا انسان بسيط، انا انسان معالم، انا انسان من عوام الناس، طب انا تسنن انسان بقى يا معالم. شيخ، روح للمتخصص، روح للمتخصص وناقشه، طب واضح؟ طب استحي على وجهك واترك هذا الدين بقى يا جاسم. انا الله عز وجل امرني محمد وال محمد باتباعهم، هات هو الدليل، اتباعني ما هات الدليل يا جاسم، يا جاسم هات الدليل، انت قاعد تقول لي الله امر محمد، امرني باتباع محمد وال محمد، هات الدليل يا جاسم، هات الدليل. نعم نعم امرني وردوا عليك على امانه والحمد هات لله يا شكرا، جاسم، ولكن انت انسان هات يا تبحث عن جاسم. الناس العوام، روح ناقش العلماء. انت طيب هات عالم؟ والله ناقشنا، انت بقول لك عالم؟ لا مش عالم، انا من العوام وانت من العوام واحنا بنتكلم مع بعض، لا انت لا هات. عزيزي انت تدعي بالعلم، لا لا انا ما استغفر ادعيتش الله. بالعلم، انا من عوام الناس يا ناس يا اللي بتسمعونا، انا وجاسم، انا وجاسم من عوام الناس اهو، انا خلاص. انسان بسيط وانا ما ابسط اعرف منك، بدي. هات الدليل بقى، هات الدليل بقى، انا ابسط منك، هات الدليل يلا يا جاسم. حبيبي روح غير شخصيتك وسوي يعني اسمك ما احنا قلنا الحقيقي الحجه وانا دي ناقشك خلاص وخلصت وخدمتك. وعديناها يا جاسم. شخص انت الاول تحججت بالصوره والاسم، وبعد كده تحججت بان اروح اناظر العلماء، وانا بقى من عوام الناس اهوت، يلا هات الدليل بقى يا جاسم عزيزي يلا. مو الدليل كيفك، الدليل يا هسه جاسم، احنا ما عندنا دليل
اتباع السقيفة، اعطيني دليل اتباع السقيفة. طيب الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ايه بقرأ ايه يا جاسم لا إيه؟ لا يكون لبسك شيطان ولا حاجة، انا ما بقرأ عليك القرآن بتضحك ليه كده، تكون ممسوس. بص يا جاسم بقرأ عليك، هقرأ عليك. والسابقون الله الذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما معنى والذين اتبعوهم بإحسان؟ تفضل. أحسنت. ما معنى الذين اتبعوهم بإحسان؟ طبعا يعني أوقف عزيزي، أنت شنو قلت أولا؟ قلت أنه تنصيب الخلافة، كنت تحكي عن تنصيب الخلافة، أين تنصيب الخلافة في هذه الآية؟ يا شيخ فين والذين اتبعوهم بإحسان؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها تنصيب. حبيبي حبيبي شلون ماكو؟ زين الله عز وجل يعوف الخلق هيجي؟ مبعوثين هيجي مبعثرين عشوائيين؟ ومهديك يترك الخلق هذه، يترك الخلق مبعثرين عشوائيين. المهدي يا جاسم روحي فداء مولانا المهدي، هاي خاصية شيعية ما يخصك بيها. وين إمامة المهدي؟ أولا هاي عندنا الغيبة، أما أنتم ما تؤمنون بالغيبة. بس توقف، مثل أيضا لا تؤمن. الإخوة بيقولوا النت بيقطع شوية وشوية. حبيبي اقرأ كتبك صحيح، اقرأ كتبك صحيح. مولاي العزيز هذا الأعور الدجال اللي عندكم المسيحي، شنو وضعيته؟ بس قلي. المسيحي المسيح ايه؟ المسيح ولا هذا الدجال أعور الدجال شنو هذا؟ يا جاسم وين الدليل؟ من وين الدليل يا جاسم؟ يا جاسم وين الدليل؟ عيب واستحي على وجهك يا جاسم، أنت قاعد تقول عندك دليل، قول لي خلاص لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة وانتهى الأمر يا جاسم. وقول لي أنك أنت تعرفين، أنت تعرفين كلين ذني، بس أنت إنسان معاند حبيبي. طب هات الدليل معاند يا جاسم. مثل محمد صابر إن شاء الله. نعم رحم الله، الله يجي محمد صابر اللي كان داعس على رأسك ورأس الشيعة أو رأس القذرين من التشيع، والحمد لله نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. لا أنت بقى أنت ممكن تحشر مع فرعون وهامان والخميني ماشي والخوئي. أنا برجع وعيد عليك السؤال تاني يا جاسم، هل عندك دليل من القرآن أو السنة على سيدي؟ أنت إنسان معاند ولا تريد الدليل ولا تبحث عن دليل، وأنت إنسان تابع للسقيفة. طيب ممكن إنسان ناصبي، ممكن أسكر الخط يا جاسم؟ محمد الذي قال من كنت مولاه فعلي مولاه. طب ممكن أسكر عزيزي ضد علي حبيبي، ضد علي أنت. قبل ما أسكر الخط يا جاسم، أنا دلوقتي بيسمعك مئات من السنة والشيعة، تحب توجه لهم كلمة؟ إيه تعالوا لا يسمعني المئات من الشيعة والسنة، شنو يعني؟ توجه لهم كلمة؟ أنت لو بك أولاً أوجه كلامي. استنى عاوز يوجه لكم الأستاذ جاسم الآن، إخواننا المشاهدين، الأستاذ جاسم الآن يريد أن يوجه لكم كلام، وهيبدأ كلام للسنة والشيعة وأنا هتركه بينكم. أول حاجة قال أولاً، فشكله هيقول له بتاع حوالي 7-8 نقاط. تفضل يا أستاذ جاسم، أولاً إيش؟ أنا ما عندي نقاط هواية، ولكن أولاً أقولهم عيب عليهم الإنسان اليوم اللي يبحث عن الحقيقة يتبع أمثالك صراحةً. عيب عليكم تتبعوا أمثال رامي عيسى اللي بتبحثوا عن الحقيقة، عيب تتبعوا أمثال رامي عيسى، ورامي بيجيب لكم شيء من القرآن، رامي بيجيب لكم شيء من السنة، فعيب عليكم تتبعوا رامي عيسى. خلصنا النقطة الأولى يا جاسم، النقطة الثانية وتناقش إيش؟ عوام الناس، أنت تبحث عن عوام الناس وتبحث عن الثغرات. رامي عيسى بيبحث عن الثغرات وبعدين بيبحث عن عوام الناس المساكين البسطاء يحاورهم، ما بيحاورش معممين ولا بيحاور مراجع ولا بيحاور رواديد ولا بيحاور طلبة علم في الحوزة العلمية. دي النقطة الثانية يا جاسم، النقطة الثالثة ايه بقى؟ يلا اديهم النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، اما النقطة الثانية اللي يبحث عن الحق سبحانه وتعالى الله يهديه، خلاص وهاي هي. اللي بيبحث عن الحق الله يهديه، بس ربنا قال في القرآن يا جاسم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لابد وانا قلت يبحث، أنا قلت يبحث، لم أقل أنه يسكت ويتوقف. قلت يبحث، مو يتبع أمثالك ويبحث، مو يتبع أمثالك ويبحث. طيب جاسم ممكن نكون أصدقاء أنا وأنت؟ لا عزيزي أنا لا يشرفني يا جاسم، هموت يا جاسم، هموت ارحمني يا جاسم. لا عشان خاطر خليك صديقي يا جاسم، صديقي عشان خاطر أحسن، أنا هموت كده يا جاسم، هموت. لا اقبل الصداقة. أنا ما لاغي صداقتك، أنا ما لاغي صداقتك أصلاً، ما لاغي صداقتك، أنا ما أحترم فيك. أنت شنو أنت؟ الحمد لله شكر، رد عليك وأنت جاهل، الحمد لله شكر. واضح، أنت من كثرة كذبك الناس كلها تشيعت، الحمد لله شكر. ما شاء الله يا كل العالم تشيع والكرة الأرضية، أنتوا عارفين الناس اللي لو في ناس في المريخ تشيعت برضه، أنتوا عارفين بسبب إيه؟ بسبب رامي عيسى. الناس كل شوية واحد يتصل، إيش؟ إحنا تشيعنا بسبب مين؟ رامي عيسى شيعنا. كل الناس ما شاء الله. طب ممكن تذكر لي ثلاثة من الناس دول يا جاسم؟ عايزك بس تقول لي فلان الفلاني وفلان العلاني وفلان الزمناني، تقول لي الثلاثة تشيعوا فقط بسبب الحمد لله. قل الأكثر هسه المسيحيين، شنو معنات المسيحيين على حق؟ تفضل بس قول لي مين أنت، قول لي ثلاثة من اللي تشيعوا، أنت بتقول العالم كلها تشيعت، قول لي ثلاثة من اللي تشيعوا. نعم اللي يبحث عن الحق بسبب امثالك يتشيع على ان انت واحد كذاب ومدلس. يلا اذكر لي ثلاثه تشيعوا بسبب رامي عيسى، يلا
يلا يا جسم الحق. اه روح ابحث انت، ليش اتعب روحي؟ روح ابحث على اليوتيوب، منصات اليوتيوب تبدا يعني بيقول العالم كله تشيع. طب جميل تشيع، قول لي ثلاثه منهم، روح ابحث كل هو كل حاجه، روح ابحث روح. وانت ما عندكش اي حاجه خالص يا جاسم؟ يعني ما عندكش اي حاجه خالص؟ عموما يا جاسم اسال الله ان يشرح صدرك للحق وان ياخذ بيدك الى نور التوحيد. وانا يا جاسم لست عدوا لك، انا يا جاسم انا اعلم انك سترى هذا الاتصال، اعلم انك سترى هذا الاتصال يا جاسم، انا لست عدوا لك، انا اطلب لك الهدايه يا جاسم. حبيبي انا ايضا لست عدوا لك، ولكن انت انسان ناصبي كاذب. انت كذب يعني على... انت بتقولي لست عدوا لي، وانا وفي نفس الوقت انا انسان ناصبي، والنصيب عندكم انجس من الكلب والخنزير، والنصيب عندكم كافر حلال الدم والمال، وكل ده مش عدوك. ما لو عدوك كنت عملت فيا ايه؟ يعني لو عدوك كنت عملت فيا ايه اكثر من ناصبي كاذب يا جاسم. عمر جاسم اسال ان يهديك يا رب وان يشرح صدرك بسكين احد المجاهدين. وخلاص اقول لك ايه بس حبيبي، هذا الكذب هذا الناس حتى عفنت عزيزي. خلاص اسمعني، خلاص شكرا، اسمعني اسمعني بس اسمعني اسمعني شويه عزيزي. احنا الحمد لله شكر على ما انا جاي ناقشون بكل صوره وكل رحابه صدر. بس جاسم بقى روح بقى بلا علمائك بلا بطيخ. عمر جاسم لن يجيب لان دينه بيعمر انه لا يجيب، لانه فعلا لا يستطيع الاجابه، ما عنده دليل لا من القرآن ولا من السنة على وجوب اتباع الأئمة الاثني عشر، ما عنده دليل من القرآن أو السنة على هذه الديانة السبائية المجوسية. طب كيف أتبع آل البيت؟ أنا من العوام. وإنت عالم؟ لا أنا من العوام زيك. أجب بقى يا جاسم، ما في إجابة. لا إله إلا الله. كان معكم المدعو، مش عارف اقول شيخ ولا معمم ولا اقول ايش بالضبط، جاسم عبود الاسدي.